مع نسمات الفجر الأولى يستيقظ أحمد العامل الخمسيني، يتهيأ بأمل جديد ليخرج إلى حراج العمال حيث يقف في انتظار فرصة عمل. يجلس على قارعة الطريق ينتظر من يختاره للعمل. ينتظر أحمد حتى الظهيرة دون جدوى، فيعود أدراجه خالي الوفاض. قبل الحرب كان يجد العمل بسهولة، لكنه الآن وإن وجد فهو ليوم واحد فقط في الأسبوع ليقضي بقية الأيام في انتظار لا ينتهي. معاناتي مع شغلي أنا قد أنا أعمل حين عندي الشبكة ضايع، تمام، والله ما داهس إلا مداهسة، وأنا علشان أوفر لبة العيش لجهالي، ها أحيانا أرقم برجل حقي مسافة، تمام، مع أشوف أدق المسمار، والله مع أشوف أدق المسمار زي الناس، وأنا علشان إيش أكافح ما أشتيش عيالي، يعني ما أشتيش أمد يدي لحد. يقف أحمد ورفاقه من العمال في حراج العمال بتعز يتطلعون إلى المارة وكأنهم يبحثون عن إجابات لأسئلة لم تطرح بعد. الحرب التي ألقت بظلالها على كل شيء جعلت من عيد العمال مجرد يوم آخر يمر عليهم دون عمل دون أجر دون احتفال. في تعز توقفت عجلة البناء وتضررت حياة العمال. البطالة التي فرضتها الحرب أصبحت واقعا مريرا، وانهيار العملة ضاعف معاناتهم. العمالة في اليمن هي مظلومة بامتياز، لا يوجد لديها تأمين، لا يوجد لديها أجور ثابتة، أجور اليومية هذه تؤثر على الأسر وتؤثر على العامل، حيث أنه لا يستطيع القيام بما يجب أن يقوم به تجاه أسرته وأبنائه، ولهذا فالعمال في اليمن يعانون معاناة كبيرة نتيجة أيضا يعني أخطاء كثيرة في الحكومة والقوانين التي تساعد العمال على نيل حقوقهم. والأسف الشديد أن أوضاع الحرب ساهمت في تدهور أوضاع العمال وفي الأجور اليومية أو الأجور الشهرية أو الموسمية. الظروف الاقتصادية الصعبة تحاصر العمال وأبناء تعز وتحول دون أن يجدوا في عيد العمال ما يستحق الاحتفال به. ورغم هذا الواقع المؤلم لا يزال هناك من يحاول أن يجد في الأنقاض أملا وفي الدمار فرصة للبناء. العمال بأيديهم المتشققة ووجوههم التي خطتها الشمس باستمرارهم في الخروج إلى هذا المكان يبعثون رسالة لكل اليمنيين أنهم لم يتعبوا وما زالوا يبحثون عن بصيص أمل بين الركام ويحلمون بمدينة يعود إليها نبض الحياة وبعمل يعيد إليهم كرامتهم ويضمن لهم لقمة العيش. طه صالح، قناة المهرية، تعز.